المفروض نرسم هذا، شوف شبه هذا، ماخذين الكاميرا مالتي، هذا عباره عن يو شانل مزدوج، نسميه كومبوست حتى يعطي نوع من التقويه، وهذا عباره عن توك. العتبه هاي عباره عن كانت ليفر، ذكر الكانت ليفر شباب، كان احنا عندنا نوعين اساسيه مع عتبات، لو سمبل سبورتد بيم لو كانت ليفر بيم، اللي هي صار على شكل بالكون، اللي هي اسناد من جهه واحده، اللي هي حاله حال الفنز اللي بالزعانف اللي اخذناها من انتقال الحراره. معاي لو مو معاي حبايبي؟ ياك ستار معك. هسه المفروض اني ارسم هاي بالنسبه للشكل هذا، وبالضبط نفس هذا الشكل، هسه نفس هذا الشكل بالضبط، نفس هذا الشكل ويا حبايبي، نفس هذا الشكل بالضبط. مثلا راح ناخذ هذا ابعاد طوله 80 ب 45، هسه راح اشوف اللي مالته شلون. المهم انا قلنا شنو اول خطوه، بنفتح الحاسبه، بنفتح الواجهه مالتنا، اسوي الاسس دائما، الاسس تسويها اوبشن ايزو متريك ما ادري شنو هذا، اوكي هذا الايزو هذا المتريك، اقول له اوكي اخذنا هنا الشغل مالي كله بال 2 دي. المفروض شو اسوي انا بهالحاله؟ المفروض ارسم هذا الرسم الا وهو هذا. اول ما ابجي دائما اول ما اشتغل ارسم هذا الرسم. من اجي احل العتبات عندي ثلاث خطوات رئيسيه، الخطوه الاولى راح ارسم الستيل شيب، والخطوه الثانيه شو اسوي؟ الخطوه الثانيه القى مومنت اوف انيرشيا اوف ذيس شيب، راح القى عزم قصور ذاتي للشكل هذا او لهذا التشكيل. الخطوه الثالثه راح ارسم هذا ومن ثم نحله. قبل لا ابدي بالحل اكو سؤال معين شباب، قبل لا ابدي برسم هذا ومومنت اوف انيرشيا اكو سؤال معين لو استمر عيني، اكو شيء مبهم عندنا؟ واضح السؤال. يلا هذا هيك هذا اوكي. هسه نشوف المفروض اني ارسم، شو ارسم؟ المفروض اني ارسم راح تفوت هذا الشكل هذا اللي هو احنا بالسوق يسموه يو شانل، يو شانل. برايكم هذا اليو شانل، هذا برايكم هذا اليو شانل قد الزاويه مالت الراس ما بيها قد فاره؟ قد روتيشن انجل مالت هذا اليو شانل هذا؟ نعرف هسه نرسمه، باعوا عليه حتى نعرف شلون نرسمه هسه. مثلا كونتين 2 دي ستيل شيبس، نختار وين الشكل، هذا الشكل مالنا، هذا اليو شانل. اوكي اول شيء اختار الشيب، هسه اذا عندي اوامر كومنت راح اقول كونتين 2 دي ستيل شيب، ومثل ما اقول يو شانل، نختار يو شانل، نختار يو شانل، راح اختار الايزو، ورا الايزو اختار الفرونت فيو. هسه راح ارسمه بالزاويه الصفر حتى تعرفون ايش نسوي احنا، راح ارسمه شلون؟ راح ارسمه بزاويه الصفر، انسيرشن بوينت صفر صفر، فرض انسيرشن بوينت صفر، حرف او بصفر، بانتر، روتيشن انجل مالته راح ارسمه روتيشن انجل صفر حتى نعرف شلون راح ارسمه احنا. اختار هذا نكست، قلنا هذا الطول نختاره حسب طول العتبه، حسب شلون نرسم طول العتبه؟ الناس ترسم رسم عشوائي، هذا حسب طول العتبه، فنش رسم لي اللي هو هذا. اذا الانسيرشن بوينت، هاي الانسيرشن بوينت مالتي اني بحاله الصفر، من اريد ارسم الرسم هذا برايكم جي الزاويه راح افرها وليش؟ عزيزكم يا الرسم هذا زاوية صفر، زاوية 90، زاوية 180، زاوية 270. بس عزيزكم يا دقيقة راح أفرها بزاوية 270، المفروض أفرها بزاوية 270. هذا الرسم مالته، الزاوية زيرو زيرو.
المفروض انا اعطيتكم اشكال، ويعني مو واجب، بدكم اللي يحل براحته واللي يحلم براحته. باعوا شعين هذا، شوف شباب، هذا اذا كان زاويه صفر من افره ب 90، كانما هنا كانما هنا داق مسمار ودا افره، كانما عقرب ساعه. هذا صفر، هذا مجرد هذا هيك فريته 90 فريته، هاي الانسيرشن بوينت مالته. هذا 180 فريته من هنا بعد 90 لو فريته، هاي 270. اوكي لما اوكي، فانا بالحاله راح افر بزاويه 270. الحكي هذا المحاضره الثالثه ممكن الثالثه او الرابعه بدي اشرح بيه اني. ولو جماعه مطبقين بيديهم شويه حالين 80 صدق اللي اعطيتكم اياها اني، شايف فهمتوا ايش بدي احكي اني حبايبي. وعليه نشرح بدون توقف، لانه ما شاء الله ما حد قاري الماده. ف المهم شباب راح اقول لك جزء ماتي، هذا السلكت كنترول اي، contain 2D contain 2D steel shapes راح اختار هذا contain 2D steel shape ومن ثم U shape ومن ثم اختار حسب مطلي الايزو the front view غير specify insertion point راح اقول له صفر فرضا صفر او نعطيه مثلا او صفر صفر اوكي صفر حرف او بصفر كده روتيشن انجل مالتي بها حرف اسمها 270 اختار اول ايزو نكست طول ماله حسب طول العتبه طول العتبه عباره عن 30 ب 30 ب 50 110 150 طول العتبه ايش قد طول العتبه مالنا الشباب هذا طول العتبه ايش قد طول العتبه عباره عن 30 ب 30 ب 50 هذا صار 150 150 220 240 280 اوكي 180 الحالة راح احط هنا 280 رسم لي اياه شو هسه هذا رسم عندي ال 280 كانما هي صار بالعمق صار 180 يعني من هنا الى هنا 280 هذا الطول والعرض هذا حسب الاستندر مالته فاهمين فاهمين شباب الحاج ما تزعلش يعني فاهمين واضح استاذ منا الى هنا أنا. 80 اوكي اللي هنا 45 كبر القياس شويه كونتين انوتيت بنات شو تكبر القياسات شباب بنات تكبر القياسات ادي الدايميشن دايميشن ستايل باو شباب ادي الدايميشن مثل ما دايميشن ستايل اروح على الموديفاي ومن ثم اختار فازة واحدة على التكست من هنا راح اكبر القياس مالي سوي 22 محدد شوية جوز اخذ صار عندي 80 و40 هسه المفروض ارسم واحد لاخت بصفه هنا هاي الانسيرشن بوينت مالته بعش هاي الانسيرشن بوينت انا خلص صفر صفر اروح كونتين 2 دي ستيل شيب ستيل شيب نبدأ كأنما يو شانل ومن ثم الايزو ومن ثم الفرونت فيو جد لسه شو بوينت مالتي الشباب راح تكون 80 بصفر عاشت ايدك 80 حرف او صفر انتر جد روتيشن انجل مالتي راح تكون 270 ايضا 270 اول ايزو نكست الطول ماله قلنا جينا طول 280 قلنا ايش قد طول 280 ديكير فاينستر 80 انتر هذا رسمنا خلصنا منه هذا رسم شباب بيشي مو ما يطول اذا فاهمين ماده يطول بيجيكم ما يطول هذا فاهمين ماده مع الاسف يعني الشباب والله ما ادري اذا امتحان عملي يعني اذا امتحان بالحاسبات يعني ما صار واحد بيكم كلم محاول يجرب البرنامج على كل هسه هذا خلصناه خلصنا الخطوه الاولى الا وهي رسم الستيل شيب الخطوه الثانيه القى المومنت اوف انيرشيا اوف ذس شيب اللي هي ماكو ابسط منها مجرد اروح كونتين 2 دي كالكوليشن مومنت اوف انيرشيا بعشا بالخارطه كونتين 2 دي كالكوليشن مومنت اوف انيرشيا
ننقر عليه نكلك عليه. شو ثاني عاز سبيسيفاي عفو انترنال بوي حد نقاط داخليه. بعض الاحيان من انقر لازم انقر بداخل النقاط. بما اني مشغل او سناب دائما ينقر على الاطراف بعض الاحيان، شو اسوي انا بهالحاله؟ اما اكبره هيجي انقر براحتي، او شو اسوي بهالحاله؟ اطفي الاو سناب. راحتكم انتم طفيت الاو سناب، بس انا قررت هنا ورا ما نقرنا هنا شو يقول لي؟ اعطي انتر، راح يعطيني عاز الاريا اللي صار بيها كوركتلي اور نوت، يس اور نوت، راح اعطي انتر. يقول لي الاحمال مالتك في هالاتجاه صح باتجاه 90 متعامده، راح اقول له اوكي ما عندي بها اشكاليه. انتر ديسكربشن معناها ادخل لي وصف، معناها ادخل تايتل اوف ذيس تيبل، يعني كانما التيبل مالك اعطي اسم معين. عاده بالشركات بالعملي بالماده بغير مكان تكتب اسمك فوق، ولكن هنا عندنا امتحان هذا يعتبر نوع من الغش. نكتب احنا ام دي تي ونخليه موان، يعني هذا التيبل رقم واحد. شو الثاني عازب الحاله؟ سبيسيفاي انسيرشن بوينت، يعني النقطه اللي فرضا اذا اقول له صفر صفر فرضا اذا اقول له صفر صفر راح يجيب هنا الزقليه. يعني لو تلاحظون تشوفون هذا الزائد الابيض اللي صاير بالركن مال تيبل، تشوفون ما تشوفون هذا من اعطي انسيرشن بوينت راح هذا ياخذ الاعاز مالته. الحكي مالتي مفهوم شبابنا؟ الله يديكم. الحكي هذا مفهوم؟ يعني اذا فرضا اذا اعطيه صفر صفر هنا راح يجي غصبا عليك غصبا عليك، هاي نقطه صفر صفر. اذا اعطيه 80 بصفر هنا راح يجي زيك. ويا شبابنا اذا اعطيه مثلا هذا طول 8، اذا اعطيه مثلا 160 بصفر هنا راح يلزق عندي. اوكي؟ انا مثلا راح اعطيه 10 بصفر حتى هنا اخليه. وهذا راح امسح الخط هذا. راح اعطيه مثلا 10 بصفر. سوري صفر بالاكس 10 هنا راح اجيبه بالضبط، هنا احاول اجيبه. فهمتوا شبابنا؟ راح اعطيه صفر بالاكس 10 هنا حتى هنا يجيبه عندي، حتى يصير فوق بداية مرة سنة. راح أحط 10 بالإكس حرف أو صفر بالواي. لا لا سوري أعطي دقيقة أستاذ الأكس. راح أحط صفر بالإكس 10 إكس صفر بالإكس حرف أو 10 بالواي. استنى هذا هذا راح أمسحه. مسحت هذا مسح بالك. وعشان هسه هذا بإشكال رسم هذا حد هذا رسم بإشكال. فرضا اريد اكبر هذا التيبل، اريد اكبره انقر عليه باي مكان ومن ثم رايت كليك اروح على بروبرتيز اكو عندي سكيل اكس سكيل واي 1.25. فرضا راح اكبر الواي، فرضا راح اضيف ثلاثه، وعشان راح اضيف ثلاثه مثلا. اول ما انقر هنا انا وعشان صار نشاز ويا لهم ويا شبابنا مثلا راح بروبرتيز راح اسوي الاكس نفسه بالضبط. فرضا هذا ثلاثه ما سويت ثلاثه، هذا ايضا سويت ثلاثه صار هسه مرتب. من هنا تكبر التيبل اكس وواي. اوكي لا مو اوكي شباب؟ فهمتوها شلون تكبر التيبل ما فهمتوا شلون تكبر التيبل؟ كنترول زد كنترول زد رجعنا. هسه عندنا اشكال حد الان عندنا اشكالين نبدي يوم برسم العتبه. رسم العتبه نبدا ولا نبدا برسم العتبه؟ نبدا استاذ نبدا واضحه. اوكي رسم العتبه لو تلاحظون رسم العتبه قدام الفورم، اتمنى لو انتم راسميها قدام يعني بايديكم راسميها حتى ما نشتغل اشتغل براحتنا. عباره عن شنو العتبه؟ قد طول مالها قلنا 30 ب 30 ب 40 هنا 150 280 212 ايش سوي هسه ارسم العتبه؟ نرجع هنا انا كونتين 2 دي calculation deflection line. هنا deflection من قلت deflection line كان ما يفتهم راح ارسم له عتبه. قال لي بهالحاله select point of inertia block، يعني حتى تفتهم انت وين راح تشتغل. احتمال هنا بالمونتر هاي بالحاسب هاي راسم اكثر من ستيل شيب وكل ستيل شيب بيت شغل معين، فيقول لي انقر لي على المونت اوف انيرشيا بلوك حتى افتهم وين راح تشتغل. نقرت هنا أنا. هسه افتهم الشغل مالي كله راح يكون تبع هذا الشكل. ايش قال لي بهالحاله؟ سبيسيفاي ستارتنج بوينت، وين تبدي بالبدايه انت؟ افرض هنا اريد ابدا يعني. اوكي؟ ايش قد راح اعطيه بهالحاله؟ ايش قد راح اعطيه بهالحاله؟ هاي صفر صح؟
هاي 80 هاي 160 راح اعطي 200 بصفر اوكي لمو اوكي اوكي استاذ رجاء قاعد تفهمون انتم ايش قاعد احكي الله يخليكم بما انه هاي 0 0 وهاي طولها 80 وهاي طولها 80 انا اقدر ارسم الرسم مالي ما يتقاطع ويا الشكل هذا راح اعطيه 200 او اعطيه مثلا 180 او اعطيه 190 مثلا 180 بصفر براحتي انا هاي صفر لهنا مشان 80 لهنا لهنا صار 160 راح اقول له 200 بالاكس حرف او بصفر هاي بدايه مالتي ايش ثاني عاد سبيسيفاي اند بوينت ايش قد راح تكون اند بوينت مالتي بالحاله اني الستارتنج بوينت مالتي ايش قد كان الستارتنج بوينت مالتي 200 بصفر بما انه هو طوله 180 قد راح تكون اند بوينت مالتي راح تكون 480 بصفر اوكي اوكي سام 480 حرف او صفر انت رسم لي اياه اعطاني هاي العتبه لو تلاحظون الشكل مالنا هي نوع الكانتليفر بيم ذكروا مثل البالكون شلون الفنات فشو بهالحاله راح اختار هذا الاسناد هاي الملاحظه الاولى الملاحظه الثانيه من بدينا برسم العتبه بعد كانما الستارتنج بوينت مال 0 0 وانت ماشي حتى يسهل عليك حساباتك اوكي حبايبي حد الان اكو شيء مجهول اتمنى شيء واحد يعني اقول ملاحظات مهمه اتمنى كل واحد من يحضر حاضر ولو السنه خلصت الحمد لله شكر ورقه وقلم الست ملاحظات مهمه هسه ممكن نقرنا على هاي يقول وين تخليها انت بس فاين سيرش يلا سيرش بوت ما راح تكون بالحاله صفر 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 بحرف او بصفر بانت اوكي صفر صفر شو عندنا وراها عندنا وراها على بعد 45 تلاحظون على بعد 45 عندي هذا قوة نقطية بزاوية على بعد 30 عندي قوة نقطية بزاوية 45 لأسفل جد راح أعطي زاوية هسه نرجع هناك راح نعطي فرض هاي القوة النقطية أو القوة المركزة شي يعطيني على سبيسيفاي جد انسيرشن بوينت مالتي بالحالة راح تكون هي على بعد 30 تلاحظون على بعد 30 بدايه. قد راح تصير بهالحاله؟ راح تصير 30 بصفر. 30 حرف او بصفر بانت. ايش قد روتيشن انجل مالتي هنا برايكم؟ قد روتيشن انجل 315 عاشت ايدك 315 عباره عن 360 ناقص 45 اقدر اقول ناقص 45 بس احتمال الحاسب ما تفتهمها او انا اكتبها خطا فراح اكتب 315 حتى يفتهمها. 300 سبيسيفاير روتيشن انجل 315 انتر ايش قد مقدار القوه؟ انا اعطيكم قوه هنا هو شو يعطي مقدار قوه التقديري انا ما اعطي قوه هنا أنا. نقدر نقول مثلا على القوه مالت الف اقول له انتر شو عندي وراها؟ شو عندنا وراها؟ عندنا وراها هاي القوه اللي هي شو نسميها لاين لود على بعد 30 من القوة الثانية من القوة هاي يعني راح يحصل الانسيرشن بوينت ماتي عبارة عن 60 بصفر اوكي راح اختار هاي اعطاني عاز قد السبيسيفاي قد الانسيرشن بوينت او الستارتنج بوينت ماتي راح تكون 60 حرف او بصفر ايش قد الاند بوينت ماتي ايش قد طوله هو؟ ايش قد طوله؟ طوله 50 ايش قد معناها اند بوينت؟ قد الاند بوينت هاي؟ معناها 110 بصفر اوكي لم وين كتبت انا؟ استغفر الله. الاند بوينت معناها 110 حرف او بصفر. ايش قد مقدار القوه اللود؟ قال لي 50 فشي تقدير، انا ما معطيكم اقول له اوكي 50 هذا. ايش عندي وراها قوه؟ لو تلاحظون شيء واحد، لو تلاحظون الملاحظه جدا مهمه. الملاحظه جدا مهمه. كانما عندي حمل منتشر من الاسفل. عندي حمل منتشر من الاسفل اوكي لا مو اوكي ايش عندي بالحاله حمل منتشر من الاسفل برنامج الام دي تي رجاء كتبوا هاي ملاحظه برنامج الام دي تي لا يستطيع او لا يفهم الحمل المنتشر من الاسفل كتبوا رجاء جاي ارد لكم
برنامج الام دي تي لا يطبق الحمل المنتشر من الاسفل، بين قوسين يرسم كل شيء فد من فوق، لذلك سوف نرسمه من الاعلى مع قلب قيمته، يعني نعطي قيمه بالسالب. فهمتوني شبابنا؟ يا هسه من راح ارسم هذا الثاني على بعد 40 110 150 على بعد 150 اوكي 22 بالحاله، ايضا هذا 150 حرف او بصفر ايش قد طوله هو 110 180 قد راح تكون قوه مالتي بالحاله، قد القوه مالتي راح احط مقدار قوه بالسالب، حطي سالب 70. فهمتوا شبابنا؟ يعني القوه اللي يعطيني اياها التقديري راح احط اياها بالسالب. اوكي لا مو اوكي؟ فهموا هذا فهموا هاي الملاحظه استاذ، يعني نفترض سحب؟ لا بالضبط عاشت ايدك، يعني هسه فرضا اذا انت من جوا تدفع فشي معين، مو كان من فوق قاعد السحبه؟ نعم. فبالضبط هاي الشيء احنا قاعد نسوي بالرسم هذا. هاي ملاحظه جدا مهمه، ملاحظه هاي. انا مشكل حاسب مالتي السالب مالها رايح، فراح اعطيه قيمه موجبه، اوكي فافتهموا ايش اسوي انا، يعني مجرد تحطون قيمه سالبه. سالب مالها ما ادري وين الحاسب مالتي، ما دام مشتغل بيها والله. بس ما ادري وين صاب الحاسب مالتي، هذه مفتوحه والله. استاذ صفر تريال. ها؟ صف الصفر. صف الصفر اكو تقسيم. زائد وهذا وقسمه، ماكو سالب. هاي استاذ هاي مو جيب اكو الاشاره مال الجمع واليساوي هي بصفحه على جهه اليسار. على جهه اليسار اكو عندي هذا زائد اكو قسمه، ماكو طرح. على كل تفتهموها الشغله هاي، يعني هنا فرضا مثلا راح مو 50 فرضا، مو كان ما 50 هيجي اخلي قبلها سالب. فهمتوني شبابنا؟ انا ما عندي بالحاسب مالتي، ما ادري وين رايحه. لو اخذت صار ساعه صافهم بيها. استغفر الله. طلع شلون رجيم الله. جزء بدا يجي طيب 50 مره راحت لحد لا نفس الشيء عندنا. لو تلاحظون شو عندي شيء واحد وضع التورك هذا، التورك هذا مثلا عندي مثلا 208 مثلا، هنا انا خليته اني بالنسبه للتورك هذا، التورك هذا تلاحظون الرسم مالنا هنا أنا عندي راسم واحد عكس عقرب الساعه وواحد مع عقرب الساعه. تلاحظون ما تلاحظون شو حكي هذا شبابنا؟ لاحظون حبايبي هذا ايش بيه؟ هذا عكس عقرب الساعه. هذا البرنامج يرسمه، البرنامج يرسم لك عكس عقرب الساعه، في حين اللي مع عقرب الساعه ما يعرف يرسمه، ما يرسمه اصلا. هم اذا جاني عكس مع عقرب الساعه راح ارسمه عكس عقرب الساعه مع اعطاء قيمه الحمل بالسالب. هذا الحكي افتهمناه شباب؟ الله يخليكم. فقط عندي شغلتين، الشغله الاولى اذا كان حمل منتشر من الاسفل سوف نرسمه مع الاعلى مع ملاحظه او التركيز على قلب قيمته الى القيمه السالبه. كذلك بالنسبه لمن؟ للتورك. اذا كان مع عقرب الساعه سوف نرسمه عكس عقرب الساعه مع مراعاه اعطاء قيمته بالسالب. بس هذا اليوم جديد، ما عندنا غير شيء جديد. هسه مثلا هذا رسمناه. هذا رسمناه. بس شو الثاني؟ بالمناسبة هذا جونج مودلس وما ادري شنو هذا كله، هذا مثلا تيبل، هذا ستاندات منه مثلا معلومات المعدن مالك، حديد او المنيوم او ستيل او ستيل بنسبة كربون ما ادري شنو حشرات كلها منها انا اتعامل بها. ومنها شنو منها هذا؟ هذا مثلا المعامل مالتي جونج مودلس وما ادري شنو حشرات هاي. منها شنو منها راح ادخل شيء جديد يعني. اطلع من هذا. هسه نكمل حل بعض شباب دبل كليك ومن ثم شو يقول لي؟
سلف مونت اوف انرشي بلوك من طلعت انا بعد ما اعرف شلون اكمل حل، شلون راح اكمل حل مع الشباب، شلون راح اطلع التيبل، شلون راح اطلع الدايجرام دبل كليك ومن ثم سلف مونت اوف انرشي بلوك ننقر هنا اعطاني هاي الواجهه. هسه بامكاني اضيف بعد احمال او اروح اكمل حل، اروح من ايمن مومنت اند ديفلكشن. يقول لي اعطيني تايتل، راح اقول له ام دي تي 2 قلت اوكي. قال لي هسه قال لي ويا اول انتر راح ارسمك الدايجرام مال من مال مال هذا بيندنج لاين. اعطي اول انتر اعطاني دايجرام بيندنج لاين، البيندنج الثاني مال ديفلكشن لاين. طيب الحاله قال لي اعطيني جدول انسرشن بوينت حتى وين نحط هذا الثاني نحطه مثلا براحتنا على اما كليك او نقطه. هذا شباب هذا التيبل هذا كله عاد مونت انسرشن والماكسيمم بيندنج ماكسيمم ديفلكشن واللي احتاجها هاي الاحداثيات كلها طالعني هنا. عندكم اي سؤال بخصوص هذا الموضوع رجاء؟ اي سؤال بخصوص الموضوع هذا؟ اي استفسار بخصوص الموضوع عندكم شباب؟ اكو طلبات لو ماكو؟ لا ماكو طلبات. جماعين شباب اكو اي سؤال بخصوص هذا الموضوع الله يخليكم؟ لا سهل بدي اقول شيء واحد لكم، اذا والله العظيم اذا ما طبقوا بديكم يعني هناك بالامتحان مثلا هسه ما تطلع منا من هاي شو تكمل الحل من سوي دبل كليك هنا فرضا دبل كليك فرضا هنا دبل كليك وبعدين اروح على المونت اوف انرشي بلوك ويطلع لك هذا هاي ينسوها جماعتنا. مثلا نبدي مثلا ورا ما رسم الستارتنج بوينت والاند بوينت لازم يخليه صفر صفر هو ماشي حتى يخلي الاحمال هذا ينساها. مثلا من اقول اذا كان حمل بالسالب ينساها، اذا كان الدايجرام مالته كله ينسيها. شغل لك شباب رجاء بعض الاحيان ترسم هاي كلش صغيره شلون اكبرها؟ مثلا سهل اكبرها فرد كليك واحد عليها ومن ثم رايت كليك بروبرتيز فعلا راح اكبرها مثلا شلون فقط ما اشتغل بالاكس احط فرضا اربعه بعد شلون راح تنجز لنا بالحاله. عرفتوا شلون شباب؟ يعني مثلا بعض الاحيان من ذني صغار انا اكمل رسم عادي اكمل رسم ولكن شنو بعدين راح اكمل اكس وواي. يعني راح تطلع ذني القوى او السبورتس تطلع كلش صغيره أنا أكمل رسم ما عليه والله ما أكمل رسم بعدين أكبر إكس وواي. حتى فهمنا شبابنا سباعوا راح أصغر هاي رايت كليك واحد ومثل ما رايت كليك بروبرتيز على سكيل سكيل إكس سكيل واي فقط على سكيل واي وهذا راح أحط اثنين نقرأ هنا 24 23 صار واو 2 بعدين أخذنا صار هسه راح أحطي واحد يرجع مثل ما كان يرجع ستاندر مارك. ها شباب الحكي هذا بيش مثل شلون اكبر التيبل هذا كليك واحد ومثل مرات كليك بروبرتيز الخواص مالته هذا لين ستاندر خواص هذا ولكن ما يطلع صغير يعطيني اكسوا بالخواص مالته. كبرنا ابو شباب شلون كبر شوي كبر هذا اكو استفهام شباب عندكم استفهام الله يخليكم اكو سؤال في الوه لا امتحان 17 شهر شو وقت امتحان 17 شو وقت امتحاننا؟